بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يعتري الإنسان في نومه أرق أو يتعرض لقلق أو يقوم من النوم في صياح أو تعب نفسي من جراء الوسوسة الشيطانية أو بعض المتاعب النفسية، فيأتي هذا الباب لتقول ترجمته: باب فضل من تعار من الليل فصلى، يعني من تقلب وصاح وأصابه أرق أو قلق أو نحو ذلك فقام فذكر الله وتوضأ وصلى. وفي هذا ما يفيد كيف نعالج أنفسنا الأمارة بالسوء، وكيف نعالج الهواجس التي يتعرض لها الناس ويتعبون وينصبون بسببها ويصيبهم ما يصيبهم من أرق أو قلق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لرأفته بأمته وشفقته ورحمته يوجههم إلى علاج مثل هذه الأحوال، وذلك بالالتجاء إلى الله وبذكر الله، لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أردت أن يطمئن قلبك الخفاق المضطرب فعليك بذكر الله، وحيث تذكر الله يذكرك الله، وحيث يذكرك الله تكون في معية الله فلا خوف عليك. يشير إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري قال: حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا الوليد بن عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. هذا التوجيه النبوي الرشيد يأخذ بيد الإنسان إلى مرافق الأمان وإلى البعد عن الشيطان وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوضح
أن من تقلب وقام من الليل وأصابه ما أصابه عليه أن يذكر الله، وعليه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يذكر ربه سبحانه موحدا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ليس لأحد سواه، وله الحمد ليس لأحد سواه، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يقول الحمد لله وسبحان الله، حامدا ربه، مثنيا على خالقه ورازقه سبحانه وتعالى، منزها الذات العلية عن أي نقص لا يليق برب البرية، فيقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، إعلان للتوحيد مرة ثانية بأنه ليس لهذا الكون إله إلا الله، والله أكبر، يعني أكبر من كل كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل أمر بيده، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تغيير للأمر إلى غيره إلا بإذن الله، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. إن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة ولا تحويل عن الأمر ولا تغيير ولا إلا بأمر الله، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تأتي بعض الأحاديث لتقول كنز من كنوز الجنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إلى ذلك، ففي بعض المواقف لما جاءه أحد الصحابة وهو عوف بن مالك يشكو ما تتألم به زوجته وما يتألم به من فراق ولده الذي أسره المشركون، فنصح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم هو وزوجه بتقوى الله، وأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعاد إلى زوجته وكانت في غاية الألم والحسرة على ولدها المأسور، وحمل لها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والتزم طاعة الله والاستمرار على قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى طرق بابهم طارق، ففتحوا الباب فوجدوا ولدهم الذي كان مأسورا قد فك أسره، وجاء وساق أمامه من الإبل ما شاء الله غفلت عنها عيون الأعداء. وفي هذا يأتي قول الحق تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلهذا الذكر ولهذا القول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، له فضله العظيم الذي نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، طلب من ربه أن يغفر له، ثم دعا بما شاء أن يدعو به ربه، استجيب له. يعني إذا قال بعد أن تعار من الليل وتقلب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا، استجيب له، استجاب رب العزة سبحانه وتعالى له. فإن توضأ قبلت صلاته، يعني بالبشارة والدلالة على أن توفيق الله سبحانه وتعالى له للقيام بالصلاة ولترك ما كان عليه من غفلة أو تقلب أو أرق أو قلق، هنا جاء إلى مرفأ الأمان والراحة والاطمئنان، لأن رب العزة قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحيث ذكر ربه سبحانه وتعالى بهذه الأمور التي جاءت في الحديث ودعا ربه، يستجيب الله سبحانه وتعالى له. وهذا أفضل من أن يبقى على فراشه يتقلب ذات اليمين وذات الشمال في أرق وقلق وتعب نفسي. أنت خرجت من هذا التعب النفسي الذي قد يكون للشيطان عليك فيه سبيل، أو للنفس الأمارة بالسوء، أو للوساوس والهواجس، انتزعت نفسك من هذا وألقيت بكليتك بين يدي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى حين تطهرت وحين وقفت للصلاة. فذكر الله سبحانه وتعالى والطهارة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، انتزعت نفسك من دنياك وأقبلت على مولاك وأصبحت في حضرة أرحم الراحمين، خرجت من هذه الهواجس والوساوس ومن تقلبك ذات اليمين وذات الشمال ومن الأرق والقلق، وألقيت بكليتك إلى أرحم الراحمين. فرب العزة سبحانه وتعالى يقبلك ويعفو عنك ويمحو ما عساه كان مزعجا لك. فيستنبط من هذا الحديث فضل الذي يتقلب أو يصيح بالليل ثم يقوم فيذكر ربه ويتطهر. وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عندما يقوم من الليل أول ما يقوم يذكر الله سبحانه وتعالى. يستنبط من هذا الحديث أولا أن لذكر الله فضلا عظيما، وعلى الإنسان أن يذكر ربه ذكرا كثيرا كما أمر رب العزة، ذكرا كثيرا، وأنه حين يذكره
يتأكد أن ربه معه، لأن الله هو الذي قال فاذكروني أذكركم، وقال في الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. في اللحظة التي تتحرك شفتاك بذكر الله تعالى تأكد أنك أصبحت في معية الله سبحانه وتعالى. وهو القائل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فهذا فيه بيان لفضل ذكر الله، وخاصة عندما يكون ذلك بالليل، وعندما يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ذاكرا ربه سبحانه وتعالى. فيستنبط من الحديث ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه. والذكر كما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكون أيضا بالصلاة. فالصلاة ذكر من أعلى أنواع الذكر، ويكون أيضا بتسبيح الله، وفي التسبيح تنزيه للساحة الإلهية عن أي نقص لا يليق بالذات العلية. فيستنبط من الحديث فضل من قام من الليل أو تعرى أو تقلب فذكر الله، كما يستنبط أنه يجب على الإنسان ألا يغفل عن ذكر الله، لأن في الذكر مطردة للشيطان، ولأن في الذكر قربا من الله، ولأن في الذكر معية تكون فيها مع الله. ولا يغفل عن الصلاة ليظل محروسا برعاية ربه، ليظل محفوظا بعناية خالقه سبحانه وتعالى. لأن الإنسان عندما يقف في الصلاة يكون مع الله سبحانه وتعالى. تحدد الموعد حيث تقف وتصلي. إذا أردت أن تقابل ربك وأن تلقى خالقك وأن تقف بين يديه فتوضأ وتطهر وقف للصلاة. ربما لو طلبت أن تقابل عظيمة من عظماء البشر يحدد لك الموعد والزمان والمكان. أما خالق القوى والقدر إذا أردت أن تقابله فأنت أيها المخلوق الضعيف تحدد موعد لقائك مع ربك بمجرد أن تتطهر وأن تتوضأ وأن تقف بين يديه معلنا الصلاة وناويا الصلاة وقائلا الله أكبر. أصبحت بين يدي الله وأصبحت مع الله، أنت الذي حددت الموعد والزمان والمكان. ولذلك يقول بعض العارفين حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب، وفي قدسه الأعز ولكن ألتقيه متى وأين أحب. لا يمنعك مانع ولا حاجب ولا بواب، بل أنت الذي إذا أردت قابلت ووقفت بين يدي أرحم الراحمين، تطهرت ودخلت في الصلاة في المسجد في بيتك في عملك في الشارع في أي مكان، حين تتطهر وتقول الله أكبر أصبحت مع الله وأصبحت في معية الله.
ومن كان في معية الله كان الله معه، ومن كان الله معه لا شيء يروعه ولا شيء يفزعه، بل إنه يكون في حماية ربه وفي عناية خالقه وفي رعاية أكرم الأكرمين. وبهذا يوجهنا وينبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أي وقت من ليل أو نهار. وفي الليل إذا تعار الإنسان أو تقلب عليه أن يذكر ربه ذكرا كثيرا، وأن يسبحه بكرة وأصيلا، وأن يدعوه وأن يصلي، وأن يعلم أنه في رعاية الله، ومن كان في رعاية الله فلا خوف عليه ولا حزن. وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.